إذن إخواني كما شنا مول الدراجة النارية أنه اخترق المدار، ولكن الغريب الأمر ربما غادي نحاول نشرحه. واللي تيبقى السؤال، شكون تيتحمل المسؤولية؟ إذن أخي المتتبع الكريم، سلام الله عليكم، تحية أخوكم حميد العقاوي مباشرة من خنيفرة. هو في الحقيقة هذا برنامج اللي تنحاولوا يتفاعلوا مع المسؤولين أو المنتخبين. شنا وسائل الإعلام في خنيفرة ومجموعة من متتبعي الشأن المحلي استغربوا لهذا المدار اللي فيه، اللي هو مدار في حد ذاته أخي المتتبع، في واحد المنطقة اللي هو مدار، وحاولوا باش أنهم يديروا كل الإشارات اللي كتبين بأنه مدار، ولكن للأسف الشديد أنه سجل عدة حوادث سير قتيلة. كانت آخرهم هنا اللي كانت وقعت واحد الحادثة سير مؤخرا ديال واحد السيدة مسنة اللي كان داز عليها الطوبيس. هنا كنشوفوا أخي المتتبع الكل يرتبك هنا، لأن البلاكة أن كما كتشوف أن لا علاقة لها بالمدونة. هاد العلامة الغريبة إخواني اللي هي من المفروض أنها تكون كتكون تدل أي واحد داز من شارع محمد الخامس بخنيفرة، وخاصة الناس اللي غرباء المدينة أنهم تيكونوا أمام ارتباك واضح. وتتعهدكم قناة شوف تيفي أننا غادي نحاولوا نوثقوها بالصوت والصورة، وخاصة اليوم ديال 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 الأيام ديال العمل اللي كتلقى ارتباك واضح من اللي تيوصل أي مواطن لهذا المدار. أخي المتتبع الكريم، غادي نحاولوا نشوفوا أنا قبل ما نبدا حتى هذا البرنامج، مش حال من واحد أنه حاول يخترق هذا المدار، وإلا اخترقه ربما أن قانونيا راه عنده الحق، لأن ما كايناش شي بلاكة اللي كتقول بأنها دارون بوان. الشيء اللي تيعطي ارتباك ما من مرة، وخاصة الغرباء عن مدينة خنيفرة، وربما اللقطة غتبين لنا ما من مرة بعض السيارات اللي تيكونوا برانين تيدوزوا أخي المتتبع مما يتسبب في حوادث سير قاتلة. وكما قلنا بأن هذه النقطة السوداء اللي كنتمنى من كل ضمير حي أنه يتفاعل مع هذا الفيديو، ومن يتحمل المسؤولية في هذه الأرواح اللي تزهقات في هذا المدار. أنا أحترم بكل صراحة المسيرين من منتخبين أو لا حتى من المسؤولين، ولكن رأفة بالأرواح ديال المواطنين، ألا تروا بأن مجموعة المنابر أشارت إلى هذا المدار وهذا البلايك الغريبة ديال الأطوار اللي كما كتشوف أخي المتتبع أنها بلايك اللي تقشرت مما تيعطي ارتباك واضح للمستعملي الطريق. فما رأيكم إخواني في هذا التصرف اللي أعتبره تصرف اللي كانت منه أن حتى وسائل الإعلام إلا كانت حاولت باش أنها ترسل بعض الرسائل إلى المسؤولين، فما عليهم إلا يتفاعلوا. فمن حقنا أن نقول أليس من العيب والعار أننا نشوف بلاكة غريبة الأطوار اللي كتعطي ارتباك واضح بالنسبة للأجانب اللي تيوصلوا مساكن هنا في خنيفرة، وما من مرة سجلت حوادث سير قاتلة. فشنو أنت إلا شتي هاد البلاكة أخي المتتبع، شنو غادي تقول؟ شكون هي هاد البلاكة؟ واش كتقول لك ما تدوش؟ واش كتقول لك أنك ملزم باش أنك دير داك الرومبوان؟ واش هنا كنشوفوا خطير جدا. شنو قلنا؟ هنا كنشوفوا أخي المتتبع خطير، وهنا كتكون حوادث سير قاتلة. فما رأيكم في التصرف اللي كنشوفوا صاحب الدراجة النارية أو أنه اخترق هذا المدار؟ وتصور لو كان أنه تنشوفوا الأضواء إخواني على اليسار ديالو، الضوء الخضر خارج له من اليسار، فكانت غتكون حادثة سير مأساوية ونحن على المباشر. إذن كل واحد، تحية الناس ديال تازة،
الممتازة في الواجهة. تحية خوتي العزاز. إذا فما رأيكم في هذا الرادار؟ وحنا كنشوفوا آخر متتبع العمل اللي كان قام بهذا الشاب المتهور اللي كان غادي يعطي حادثة تسير ونحن على المباشر. تحية، كل واحد يحاول يكسب أش من مدينة، راه مكونيكتي معنا ومازال غادي نشوفوا لحظات ولقطات خطيرة اللي غادي تحاول قناة شوف تيفي أنها تحاول تحط الرحال مرة أخرى، وخاصة في وسط الأسبوع اللي تعرف مجموعة ديال الزوار لهذه المدينة الرائعة. هذه المدينة اللي لاش تنقولوا حتى شي حاجة ما من مرة أنك نشوفوا بحيلة نديروا شي برامج، وتيقول لك المسؤول بحال ديك العصف الرويضة أن دابا قانونيا واش هذا مدار، واش ديك البلاكة أنك ملزم تدير داك الرومبوان، واش هذيك البلاكة أنك أنها إشارة كتقول لك أنك لابد أرض البال رومبوان. والخطير في الأمر أنها كاينة على بعد أمتار من الوقاية المدنية. إذا حتى الخروج ديال 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 الإسعاف في حالة الطوارئ خصنا مزيدا من اشارات المرور والحذر هنايا في هذا المدار، لان على بعد جوج متر من من من, من الوقايه المدنيه. وتنعرفوا الخروج ديال هاد الناس في في في, 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 في اثناء المكالمات ديال اللي تيتوصلوا بها على الحاله وعلى الكوارث او على النار، انك تكون واحد الخرجه كتكون ديال لانترفونسيون اللي خص حتى داك رجل الوقايه المدنيه يكون محمي باشارات المرور اللي كتقول لاي واحد بأنك أنت على مقربة من تكنة اللي فيها اللي يمكن أن السيارات ديالها يخرجوا في حالة استعجال. كل واحد يكسب أش من مدينة، راه كونيكتي معنا وحاولوا تبارطاجيو رأفة حتى بالأرواح. وإلا جيتي لخنيفرة أخي المتتبع ولقيتي مازال هاد البلاكة هنا، فما علينا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل، باش أنني غادي نحاول نشوف أخي وصديقي وزميلي مصطفى الهردة، اللي ربما من خلال التوضيح ديالي اللي حاولت باش انا نعطي اش واقع قدامنا، غادي نحاول نشوفوا السي مصطفى الهردة الرساله ديالو. خويا مصطفى مادام ان عنده متتبعين ديالو صاحب برنامج سمير الليل ونحن في الليل، السي مصطفى اولا تحيه ومرحبا بك هنايا عندنا في خنيفره. السي مصطفى، انني درت برنامج على هذا المدار وبعض القنوات دارت برنامج على هذا المدار، اللي خص غير بلاكا غير نديروا لها غير واحد اللصقه اولا نجيبوا بلاكا، راه عطى الله البلايكس ما تلقاهم في بعض الاحيان انهم مخربين كاع طايحين في الارض، في حين ان احنا في شارع عمومي وفي شارع اللي تعرف اكتضاض وفي مدار غريب الاطوار اللي خصنا ندعموه بالماء بهذا البلايكس نلقاو ما كايناش البلاكا انها تقشرات. سي مصطفى نخليو لك الكلمه، نشوفوا خونا مصطفى الهردة يبلغ السلام ديالو للناس ديال الخنيفرة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكاع الساكنه ديال الخنيفره. خويا حميد، هاد المدار دابا حاليا اللي ما فيهش شيء، يعني واحد الشوار اللي غادي يمكن يعطي للناس واش كاينه امكانيات المرور واش ما كايناش، خاصه بالليل دابا حنا شفنا قبيله داك السائق ديال الدراجه داك التهور ديالو، لولا يعني الطف الله سبحانه وتعالى كانت غادي توقع حادثه. حنا كنعرفوا يعني بزاف ديال اللي كيستعملوا الدراجات يقدروا يستعملوهم بسرعه بالليل، اما لانهم كيجريو بواحد الشكل كبير، اما لانهم تيكونوا على شكل كاع مجموعات بعض المرات. فهذه دعوه للناس اللي هما يا مسؤولين على انهم ما يتغافلوش على هذا الامر هذا. وكنتمنوا انها تكون اخر رساله هذه موجهه لهم في هذا المباشر هذا عبر قناه شوف تيفي، باش ان شاء الله ضمان السلامه ديال الناس على الطريق، والبلاكه يتحدد فيها التشوار ديالها وتحدد فيها كل ما يمكن انه. سي مصطفى نحاول نقربك اش نشوف، لان للاسف الشديد خويا مصطفى كتشوف بقلبك. بلاكه اللي راه هي نورمالمون خصها تبان بان انتباه خطر، بان راك مدار الزامي انك ديرو الواجهه، فاش ان يجي اي واحد غريب على المدينه كيتفاجئ بهاد البلاكه اللي هي قصديره هي دابا الناس الساكنه عارفين كيفاش يمكن يدوزوا، عارفين يعني شنو اللي يقدروا يديروه، ولكن واحد غريب على المنطقه ما يعرفش، يعني بمعنى انه يقدر توقع له الله يستر شي حادثه، يقدر ما يعرفش شنو الاشاره ديال المرور، شنو اللي كاين في هذا البلاكه. وهذه حاجه اللي ما كتكفلش ضمان السلامه على الطريق. كنتمنى تكون هذه الرساله وصلت لمن يهمه الامر باش هذه المساله نتفاداوها. هي هذه مساله بسيطه، انا وياك ديك المرات في المنطقه اللي مشينا لها ديك المرات راه التشوير راه مساله مهمه جدا، ما كننتبهوش لها وما كنلتفتوش لها، كنعتبره يمكن امر بالبسيط ولكن راه ماشي بالسهل. كنتمنوا ان شاء الله تكون هذه اخر رساله باش ان شاء الله هذه المساله نتفاداوها. خويا مصطفى، هذا المدار
حديث العهد، مدار اللي ثلاثة د المرات هما تيرموه بالملايين وكنشوفوا دابا ولاو قطرة ديال المياه فيه، ألا ترى بأن حان الوقت باش نقولوا أين لجان المحاسبة والردع والتتبع ديال هاد المشاريع اللي كتولي من بعد ما كتعطي جمالية للمدينة في ثلاث شهور أربع شهور كتولي عاطية أبشع صورة للمشاريع ديال الريع؟ هذه متابعه اللي تدار دابا عبر قناه شوف تيفي من خلالك سي حميد، هذه متابعه لكل المشاريع اللي كيمكن ما عندهاش مواكبه. اذا عبر قناه شوف تيفي هنا في الخنيف راه كنوقفوا عند بزاف ديال الحوايج اللي كتستلزم انه المواكبه والمتابعه، وهذا هو الهدف ديالنا طبعا. خويا مصطفى، بالنسبه لحوادث السير دابا المرمو قانونيا ان اشاره ديال الاشاره اللي كتلزم عليك انك باش تحترم المدار ما كايناش، اذا الا ترى بان الا وقعت شي قصيده كنحطوا حتى رجال القضاء امام حيره ولا تيبان المواطن بان القضاء غير نزيه، فيما ان الواقع هو اللي غير نزيه. هذا هو الواقع. دابا الا جا واحد دار قصيده ليا غادي يقولوا له راه حرق الرومبان وضرب واحد قتلو، في حين ان الالزاميه ما كايناش، البلاكي كتقول له ايها المواطن راك انت ملزم باش دير الرومبوان. دير الرومبوان، هذا هو المؤسف جدا، هذا هو المؤسف. اذا شنو رسالتك خويا مادام ان ما من مره تنحاولوا باش ان غير نبينوا بعض النقط السوداء ولكن للاسف الشديد كنلقاو اذان صماء؟ الى لقينا اذان صماء معنى ذلك انه هذا الشيء اللي حنا كنقولوه استباقيا قبل وقوع حوادث ولا كوارث راه غادي نوقفوا عليه شي نهار، وللاسف ديك الساعات لا تنفع لا الحسره ولا الندم، وتنوليو امام احكام بعض المرات قضائيه جائره في حق هذوك مستعملين الطريق. هذا هو. إذا نحمل المسؤولية هذه الحقيقة لأي واحد عنده علاقة بهذا الإهمال في حالة إلى وقعت حادثة سير. نعم. وخاصة للأسف الشديد أن عرفنا بأن على بعد أمتار من هذا المدار كانت تعرف يا خطر خطر. يا بالسلامة والعافية يا رب بالسلامة. كانت قصيدة هو أن واحد جاء وعاود ما كايناش البلاكة من ليه. أنه داز وحرق المدار وكان غادي واحد السرعة خطيرة باش سرعة مول الموتور. وانه كان غادي يدير حادثة سير لولا الالطاف. كنشوفوا مرة أخرى مول الموتور أخر ما شافش البلاكة مشى نيشان سي مصطفى. نعم هذا هو. دابا عاوتاني ثالث، دابا حنا غير هكا ولي لهذا. ها هما ثلاثة ما في خبرهمش من هذاك الرومبوان ولا أنه نظرا لأن البلاكة وللأسف كيمشي بسرعة كبيرة يعني للأسف. إذا إخواني للاسف الشديد هذه هي الحقيقه اللي ما غاديش يبغيوها البعض، ولكن تنتمناو يتفهموها لان هذه البرامج ربما رحمه حتى بالارواح ديال المواطنين. هذا هو، ورحمه بالارواح وايضا ضمان ثقافه السلامه على الطريق، هذا هو الهدف ديالنا من خلال هذه المتابعه اللي كدار صحافيه. ما غرضنا نقلقوا حتى واحد، ما غرضنا نسيئوا حتى واحد، الهدف عندنا هو ضمان السلامه على الطريق ونشر مثل هذا الهدف ديالنا. حتى هذه الرساله اللي كنوجهوها راه كنوجهوها للمواطنين باش اي واحد فينا لما كيستعمل الطريق ينتبه ويلتفت ويكون التأني لنا في التأني السلامة. في التأني السلامة، وتحية لكل متتبعي الكرام، ونحن على المباشر شدنا بأن ثلاثة ديال الناس اللي ما عرفتش واش هما اللي متهور، وهالربع مصطفى الرابع وايد ساطم بالهوندا، لولا كون كانت الهوندا غاديه بسرعه كانت غتكون حادثه سير مره اخرى. فتنشوفوا الاربعه ديال الحوادث سير اللي ونحن على المباشر ان الالطاف الالهيه هي اللي كانت بينهم وبين هذا البلايك اللي من جره الاهمال. مره اخرى ارتبكت الشيفور كاع انه ارتباك واضح. إذا أي واحد براني لابد أنه ما غاديش يدير هذا الرومبان، ألا ترى بأن هذا المدار هو قريب خويا مصطفى ب 3 متر ولا 2 متر من مركز الوقاية المدنية اللي تنعرفوا مركز الوقاية المدنية وحالة تأهب اللي تتكون السيارات ديالهم في الخروج. بطبيعة الحال. شنو الرسالة؟ وهذا راه خصنا يكون المزيد من الحضر المزيد من البلايك. تماما. داروا بزاف هنايا لأن واحد النقطة سوداء. بطبيعة الحال هذا هو الهدف ديالنا من خلال هذه المتابعة ديالنا باش نعاود المرة، لأن للأسف الرسالة الأولى والرسالة الثانية وهذه ثالث رسالة كنتمناو تكون هذه هي الأخيرة باش هذا البلايك هذا نشوفهم بواحد المواصفات اللي تقدر الإنسان اللي هو سلوكه يكون عنده سلامة على الطريق. هذا هو
اذا شكرا اخواني وشكرا لكل من تفاعل مع هذه الصيحه لان تيقول لك المثل الامازيغي قبل تجرو اي ذا سيليق النهران. تحيه لامه حميد العقاوي، تنتمناو توصل الرساله. نحن ننوه بما يمكن التنويه ديالو، ولكن من باب الامانه الصحفيه اننا نبلغوا حتى مثل هذا الاهمال اللي كيتعرض له بعض المناطق اللي في صفحات مدارات سوداء كتعرف حوادث سير، لان كانت وقعت حادثه سير خطيره هنا في هذا المدار او بالقرب من هذا المدار. هذه اسبوع توفت واحد السيده مسكينه كان داز عليها الطوبيس، والبارح عاود الطوبيس عاود قصيده في نفس المكان. الا ترى بان هذه نقطه سوداء يجب الاسراع اننا باش نتدخلوا قبل فوات الاوان. ها هي روح مشات عند الله سبحانه وتعالى، فمن يتحمل المسؤوليه؟ يتحملوا بطبيعه الحال كل الناس اللي مسؤولين، يعني باش اللي مسؤولين باش الضمان يعني السلامه على الطريق. الله يجازيكم بخير، راه ماشي بالضروره نبداو نشوفوا مثل هذه الحوادث المميته. واسهل الامور خصها دار هي انه يتجددوا هذا البلايك، هادو مواصفات اللي تتخلي السائق يستعمل الطريق بواحد الحكمه، بواحد التأني. وعيب نبداو نشوفوا المحاكم ديال المملكه يعني كيتحطوا فيها ملفات نظرا لانه كاينه مسؤوليه تقصيريه ديال المسؤولين للاسف. اذا شكرا اخواني وتحيه لكم وشكرا على التتبع ديالكم. تنتمنى ان باش توصل الرساله. كان معكم اخوكم حميد العقاوي والاخ مصطفى الهرده صاحب برنامج سمير الليل.